وهلا يا سالي، مثل ما تابعنا قبل شوي كانت معنا غالية سعيد، ناقشنا الحالة نعم النفسية. أما هلا حنتعرف على حالات معينة وعادات رمضانية رصدتها ريشة الفنان نضال ديبي. يسعد صباحك، صباحك يا سهل رمضان خيرك، كريم. أكيد رمضان كريم عليك وعلى كل الناس، شرفنا فيكم. خليك أهلا يا رب، وسهلا فيك أهلا فيك. أستاذة نضال. رمضان كريم أيضا للريشة وقعة على العيون وتأثيرها النفسي بالقلوب والعقول، سواء بأزمة أو غير أزمة. دائما صحيح الكاريكاتير له طابع خاص. بداية خلينا نحكي عن الكاريكاتير بشكل عام. الكاريكاتير هو تجسيد لكل شيء نحن بنحبه أو بنكرهه، الشيء اللي بنعيشه، فهي شغلة لطيفة بالحياة. لو هو ناتج حلو كتير انك انت تشتغلي شيء والشيء يكون يلامسك مباشرة، يعني بعيدا عن الفنون الاخرى، فن الكاريكاتير بحسه كتير قريب للقلب وكل الناس بتحبه وكل الناس بتحاول تتعاطى معه. احيانا وجعنا بنمثله بلوحة كاريكاتيرية، احيانا الشغلات اللي بتضحكنا بنطالعها، فحلو كتير. حتى برمضان يعني كمان في كتير شغلات عملنا هيك عن موضوع الصيام، بس بطريقة محببة ولطيفة بلامس كل شيء الكاريكاتير، وحلو. هو الفن المضحك المبكي، نعم هذا النوع من الفن. خلينا نحكي شو عملتها برمضان، بشهر رمضان المبارك، شو الهدف والرسالة اللي حبيت توصلها؟ هلا برمضان المبارك أول شيء الله يعيده على الجميع بالخير والصحة والسلام للبلد. برمضان نحن في عنا انتقادات كتير، يعني منه موضوع الأكل، الناس الأكل المفرط، في عندك موضوع العصبية ستريس، بتشوفي كتير ناس إنه أنا صايم يا أخي دايم شو إيه لا حدا المصايمين يقرب علي معصبين لا تقربوا. إيه عنجد عندك موضوع المسلسلات، مع إني أنا بحب الدراما وإلي علاقة بالدراما، بس بقول لك يعني نحن شوي بعدنا عن موضوع رمضان، انتهينا بموضوع في انتقادات كتير ما أنا مؤذية لكن بتوجه لشيء. بالنهاية رمضان هو خير ومحبة. بيمرق بعض هيك رسومات وكاريكاتور، يمكن مشاهدينا هلا عم يمرقوا، عم تمرق عليهم بعض الصور والكاريكاتور. يمكن احيانا الفنان او اللي بيرسم بيشوف الحالة من منظور بحس بالعالم، ولكن بيكون له نظرة ممكن مختلفة توصل لكل شخص بطريقته. خلينا صحيح. نحكي هلا هي بتفوت لقلب كل شخص من معاناته، بعدين النظرة تبع الفنان يمكن تدخل للمجهول أكثر، الزوايا اللي ما بتشوفها الناس نحن بنحاول نظهرها، بنحاول نعممها أكثر، فأنت أحيانا في وجع أو في نقد أو في شيء محدد طالعه، أنا بيقول لي آه والله أنا كنت عم حاول هذه الحالة أحكي عنها أو جسدها أو كذا، أنت طالعتها، حلو إنك توصلي هذا الشيء بهالبساطة، بس هو ما سهل على فكرة، ما أكيد سهل أكيد. أكيد. بكل لوحة عم تعملها أنت في رسالة مثل ما حكينا، وفي هو بدنا نعمل هو صناعة للرأي العام أو حل ظاهرة اجتماعية. شو الهدف من كل لوحة عم ترسمها؟ أنا دائما الهدف هو الإصلاح، إصلاح أنا أنت في رسالة عم توجهي. أحيانا الشاعر بيوجه من خلال شعره وكلماته شيء للخير للناس، تصلحي مجتمع، تصلحي وضع معين. نحن بالكاريكاتير نفس المبدأ، نحن بنحاول نصلح، بنحاول نورجي وين في عطل، وين في عنا مشكلة، وين في عنا نقد، وأحيانا بنحاول نضحك الناس، يعني ما ضروري يكون في شيء، بس بصراحة الهدف الرئيسي هو إنك تعملي خير، يعني إنك تقدمي شيء للناس، تقدمي شيء توعيهم له. أكيد، يعني مثل لحل ظاهرة اجتماعية معينة يا سالي. اي إيه. على اي ظاهره اجتماعيه انت بتعيشيها او اي شيء، لنفترض على السوشيال ميديا بصير موضوع معين كثير كبير وبتضوج منه الناس، فيك تجسدي انت وتطرحي الفكره بنظره ما تكون منتبهه للعالم. حكينا عن لوحتين انت قدمتهم، عن الوش الغاضب بشهر رمضان نعم. المبارك وكذا، وشو كمان حبيت تسلط الضوء عليه غير نفسيه العالم والمائده الافطار المترفه وغيره؟ شو كمان هلا في كان عندك لك؟ موضوع الدراما، الدراما كثير، يعني انا بحب الدراما اوكي، بس هذا ما تخلي دراما تسحبنا شوي من رمضان الخير، يعني انت خلينا بالجو اوكي، حلو نحن باوقاتنا انه نشوف المسلسلات، بس في عندك هو شهر عباده، شهر طاعه، شهر محبه بين الناس، هو بيرجع الناس لبعضها، يعني بيرجعك لهذا الخير للمحبه، هو شهر واحد، صح. خلينا نكون هيك في شوي قريبين لبعض. نعم، يعني استاذ نضال خلينا نحكي هيك بشكل عام، قد ايه حلو انه الانسان يفصل مو بس بحياته، ايضا بطريقته للرسم، احيانا يمكن ما بتكون رايق،
كلنا ما بنكون رايقين. صحيح. فحسب يعني، ولكن انت بتفصل في شيء بدك تقدمه، يمكن صح. الرسالة هي هدفها دائما انساني، والكاريكاتور هو مثل ما حكينا المضحك المبكي، فينا نقول عنه السهل الممتنع. صحيح. لانه مثل ما حكيت حضرتك، ما بالسهل انك توصل لاي شخص. كنا ونحن صغار بس ناخذ مجلة او جريدة الاولاد، او كنا صغار يعني اول ما نفتح على الكاريكاتور نشوف الكاريكاتور، انا ما كنت افهمه، اجي لعند ماما قال لها شو هاي، تقول لي هاي معناتها هيك، بس نحبه مجرد انه هيدا الخطوط المرسومة كنا نحبها. قديش هيدا الرسالة جميلة حتى للي ما رح يقدر يفهمه. هلا صحيح، هلا حلو الكاريكاتير ليش؟ هلا نحن كرسام كاريكاتير او حتى كممثل او فنان او شيء، ما بيضل ملك حاله، يعني انت بدك تفصلي ما بين طبيعتك وعلاقتك وما بين عملك. انت كمقدمه او مذيعه ما فيك تحطي حالتك النفسيه اثناء التقديم، ونحن نفس الشيء بالريشه كمان، بدك تعبري عن حاله ناس، في ناس بتتابعك صارت تاثر فيكي، فاجباري بدك تكوني انت كثير منحازه للناس مو لحالك، يعني بتكوني انت موضوعيه، بتاخذ من حالك هيدا بس كثير كثير بتاثر، بياثر هذا الموضوع. وحلو انك انت الناس تاخذ لوحتك اول شيء وتشوفها. انا في الاستاذ بسام كوسا، انا بوجه له تحيه صديقي، قبل هالمره قال لي كلمه، قال لي انت نقلت، عملت نقله نوعيه بفن الكاريكاتير، نقلت الفن اللوحه من صحيفه لجداريه، انت قدرت ان نحن نعلقها، فهذا انجاز. دائما حتى فن الكاريكاتير فيه تطوير اكيد، ولو انه رساله واحده. اكيد فنان مبدع، إلك بسمة كتير كبيرة، اسم كتير كبير ومعروف عنا، متشكر وجودك معنا، وأكيد نتمنى لك التوفيق ومنلقاك أكيد بحلقات قادمة. خليك يا رب. نورت صباحنا بهيدا الحلقة الخاصة، رمضان كريم عليك وعلى عائلتك، إن شاء الله يا رب نشوف الفن والإبداع عم يتألق أكثر وأكثر بأيدي وأنامل هيك سحرية نوعا. يخليك يا رب، رمضان كريم على سوريا وعلى شعبها وعلى السيد الرئيس، نتمنى له كل خير وعلى الجيش العربي السوري، وشكرا لكم. أكرم. شكرا.